صناعة المستقبل تبدأ اليوم بالخروج وبالتصويت لصالح مشروعنا الرئاسي رؤية. رسالتي لكل الجزائريات والجزائريين الذين لم يدلوا إلى هذا الوقت بأصواتهم، نقول لهم يمكن لكم أن تساهموا في صناعة مستقبلكم إن خرجتم بقوة وصوتتم لصالح مشروع التغيير، لصالح مشروع إعادة بعث الأمل وإعادة بعث الثقة في المجتمع الجزائري. كما التزمت أمامكم خلال الحملة الانتخابية أكررها اليوم بأننا نحمل مشروع طموح لتكريس التغيير وللتأسيس لمنظومة حكم مغايرة تؤسس وتتمركز على السيادة الشعبية وعلى المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى. نداءنا إلى كل الجزائريين في كل أرجاء الوطن وفي المهجر ليغتنموا هذه الفرصة وليعطوا لنا الفرصة بتصويتهم على برنامجنا الرئاسي رؤية لبناء الجزائر التي نناشدها جميعاً.